هذا الفيديو برعاية صفحة اليوفنتوس. كثير من الأشخاص عندهم تساؤل عن موضوع الوجبة المفتوحة. في ناس ضدها وفي ناس أصلاً يخافون منها، عندهم أن هذه الوجبة ممكن تأثر على نتائجهم في تنزيل الوزن أو في اتباع النظام الصحي. وفي ناس ما يعرفون هل هي وجبة أو يوم كامل مفتوح. فاليوم احنا راح نجاوب في هذا الفيديو على هذه المجموعة من التساؤلات. أول شيء لازم نعرفه أن الجسم إذا يمشي على نظام معين يكون فيه أقل من احتياجه من السعرات الحرارية، يبدأ في تبطيء معدل الحرق. فلذلك عشان احنا نزيد من معدل الحرق وننظم الهرمونات، لازم يكون في كسر إلى هذا الثبات في الأكل بإدخال سعرات إضافية. فهني تجي وظيفة الوجبة المفتوحة في إنعاش الميتابوليزم أو معدل الحرق. ولكن بالنسبة لك أخصائية التغذية، هنالك إتيكيت لتطبيق الوجبة المفتوحة. يعني حتى إذا بتاخذ الوجبة المفتوحة لازم تمشي على شروط. شنو هذه الشروط؟ الشروط أنك أنت ما تخبص طول اليوم. يعني مو لأن خلاص عندي اليوم أوبن، يعني طول اليوم راح أكل وجبات سريعة ومعجنات وحلويات ومشروبات غازية، هذا راح يخرب نتيجة أسبوع كامل أنت تعبان فيه. فلذلك لابد من الاعتدال حتى في الوجبة المفتوحة. يعني اختار بس وجبة خلال اليوم انك انت مثلا تزيد فيها نسبة النشويات، تثبت نسبة البروتين والدهون، والنشويات ممكن تزيدها، او مثلا انك تاكل بدون ما تحسب الكمية، ما توزن على الميزان وما تحاسب اصلا، يعني وجبة واحدة خلال اليوم انك انت تاكل فيها على راحتك. طبعا بالنسبة الى الاشخاص اللي يخافون من هذه الوجبة، أطمنكم يعني واجد في دراسات ممكن حتى أنتم تبحثون عنها أن طبقوها على الأشخاص اللي يعني قاعدين يمشون على نظام غذائي ويسوون رياضة، يعني رياضيين، وركز على الرياضيين، لما يأخذون هذه الوجبة المفتوحة حتى لو أكثر من مرة في الأسبوع، شافوا أن معدل الحرق يصير عندهم أفضل وهرمون الليبتين صار أفضل. فإذا أنتم قاعدين تسوون رياضة وماشين على النظام صح، ما في مشكلة أنكم تأخذون هذه الوجبة باعتدال أكيد، وما راح تضركم أصلاً. هي إليها بعد فائدة على الجانب النفسي، أنها تخليكم تحسون أنكم أصلاً مو قاعدين تمشون على رجيم أو دايت، أنتم قاعدين تمشون على أسلوب حياة نظيف وصحي وما يحرمكم من الأشياء اللي تحبونها. متى أخذ الوجبة المفتوحة؟ في ناس يفضلون يأخذونها بعد شهر من النظام الغذائي، في ناس اللي ما يقدرون يصبرون ممكن يأخذونها عقب أسبوعين، في ناس بعد 10 أيام، وأكثر الأشخاص يعني يأخذونها كل أسبوع، وهي يعني تكون من وجبة إلى وجبتين في الأسبوع. الأشخاص اللي واجد دقيقين على النظام الغذائي ونتائجه، يخافون ان هذه الوجبة ممكن تخرب على نتائج اسبوع كامل، ممكن ان ياخذون هذه الوجبة بالليل وفي يوم ثاني يؤدون التمرين صباحي عشان يستفيدون من مخازن الجلايكوجين، لانها راح تكون اكيد مليانة. او ممكن انك تاخذها بالصبح او يعني فترة مبكرة خلال اليوم وتسوي التمرين في المساء، فهني يكون الفائدة افضل. لا تنسى تاخذ وجبتك المفتوحة، وما عليك من اللي يقول انها راح تخرب الدايت. عليك بالعافية.